الفنان والمطرب والنجم إيساف. أهلا بيك معانا في ليالينا. الله يخليك، أهلا بيك وأهلا بكل جمهور ليالينا. ماله لوك، الناس كلها عمالة تسألني عليك ماله. أنا طول عمري بعمل كده عشان شعري بايظ ومصحف. الفنان دايما مقبول منه إنه يعمل حاجات دايما فيها فانتازيا، ده مقبول من الفنان يعني، بس ما تكونش يعني ما تكونش حاجة نشاز يعني. لوكك ده فكرتني بحاجة جديدة طلعت توليت تقريبا. توليت، فكلمنا الزهرة دي. بمناسبة توليت، أنا الفكرة دي كانت عندي وعندي الفيديوهات دي الماسك، ان انا كنت هعمل كده. وكنا بدانا نجيب اغنيه مش كمان يعني كمان مش من الاشكال اللي بغنيها، جديده على ايساف، وكنت هغير اسمي وكنت هبدا اعمل كليب بنفس الفكره دي بالظبط. بس سبحان الله ما اعلنتش عنه. لا انا بتمنى له التوفيق طبعا، انا عامل اغنيه حلوه يعني. فاي حاجه اي فن حلو الواحد بيقول له برافو وجو نكمل يعني. ممكن نشوف حاجه تجمعكم انتوا الاثنين مع بعض على المسرح مثلا، اللون ده مش لما نعرف هو مين يطلع مجرم ولا حاجه. نقول بقى دراميا، يعني انت شاهد فترة الاخيرة دراما، انت ما شاء الله مقتحمها بعدة اعمال، المدرسة وعندنا غموض، كلمنا عنه. يا رب ان شاء الله عندنا فيلم المدرسة وعندنا مسلسل غموض يعني مش هتكلم حكم للناس بقى ان شاء الله. كلام لو انا كلمت مليون سنة والعمل مش حلو، كلام مش هيبقى لازمة، ولو العكس صحيح. فانا بتمنى ان هو يوصل للناس بالمجهود والروح اللي احنا عملناه والتعب اللي تعبناه باذن الله. شايف الدراما والسينما خدوك عن الغنى؟ لا طبعا ما حصلش الكلام ده، انا لسه داخل الدراما ما كملتش شهور يعني. لكن الغنى لا، بعمل اغاني دلوقتي وان شاء الله هتبدا تنزل بشكل منتظم. فتره قلت السابقه طرحت بعض الالوان اللي شايفها مش لونك، ومؤخرا طرحت حاجه مميزه بلونك، كلمنا عن ده. كلامك صح، انا فعلا مش انا، اغلب مغنيين جيلي ومغنيين شكل كلاسيك حصلت لنا كده عارف هزه، وده عادي وارد لان النجاح بتاع الاشكال الثانيه نجاح غريب قوي، فمن حقي ان انا اتهز. طب اشوف يمكن راي الناس اختلف، لان انا مش بقدم سلعه الناس من غيرها هتموت، لا لازم اعجب الناس، لازم اعمل اللي يعجب الناس. فحاولنا ان احنا نقرب، وانا من ضمن الفنانين ان احنا نعمل الاشكال الرائجه، لكن لقيتها مش لايقه عليا وفعلا ما نجحتش. مش انا بس، انا ونجوم تاني كتير ولا حاجه فيهم نجحت. فلما عملت حاجه شكلي ونزلتها قلت اقيس كده ترمومتر التيك توك، انت عارف بقى ترمومتر يعني قوي، تعرف تعرف فيدباك الحقيقي منه، لان هو اعلى ابلكيشن عليه مشتركين في العالم. فالحمد لله لقيت قبول جامد جدا، فقلت لا يبقى انا لازم اكمل على التراك ده، والتوفيق من عند الله. شايف مؤخرا بعض النجوم والنجمات اتجهوا للغناء، اخرهم كان رانيا يوسف بكليب جديد، شايف التجربه دي ازاي؟ ما اقدرش احكم لما ما شفتش اغنيه رانيا يوسف خالص. سمعت حد سالني او سمعت حد بيكتب تعليقات، لكن انا ما شفتهاش، ما اقدرش احكم، ما باخدش اراء الناس، مع احترامي ليهم احب يبقى ليا راي يعني. فما اعرفش، المجال مفتوح لكل الناس، بس انت هتقدم ايه بس كده، بس خفش بعقل المشاهد، دي اهم حاجه. ذكرت نقطة مهمة، تيك توك أكثر مشاهدة، شايف المنصات والسوشيال ميديا هتقضي على المنافسات ليها بصفة عامة؟ ما فهمتش، قول تاني كده. المنصات أو السوشيال ميديا من تيك توك ليوتيوب لفيسبوك هتصبح هي المنصة رقم واحد اللي بيتجه ليها أنظار المطربين والفنانين بصفة عامة؟ هتصبح، لا هي موجودة طبعا طبعا، أصبحت كده طبعا خلاص. ما أنت عندك تطور تكنولوجي طبيعي، وسائل تواصل بينك وبين الناس، حتى الفنان أساليب الدعاية دلوقتي ما بقتش بوستر وتنزله، ما بقاش اعلان عادي وتنزله، لا بقت مصيبه فضيحه. فالاساليب كلها اختلفت، انا مش من انصار هذه الخطه في الدعايه. انا احب اعمل عمل هو اللي يتكلم، حتى لو عملت 500 عمل 100 عمل، ال 101 هينجح ان شاء الله، فاهم يعني؟ ما عنديش ياس في الحته دي، بس امشي الطريق السليم، لان احنا برضو صناع الفن، انا والمنتج والملحن والشاعر والموزع، فاحنا اللي بنغير اراء الناس، بنغير اراء المجتمع، بنغير ذوق المجتمع احنا، فدي مسؤوليتي انا. جديد حضرتك الفترة المقبلة ايه، سواء دراميا سينمائيا او غنائيا؟ باذن الله زي ما انت قلت كده، مسلسل غموض وان شاء الله فيلم المدرسة واغنية ضيف شرف واغنية، وبسمع كام اغنية كده الفترة دي، وبحاول اعمل ديو حلو، بحاول اشوف مين ممكن نعمل ديو مع بعض، يبقى سواء كان فنان او فنان، نشوف مين هو. ناس كتير فلسه مش عارف يعني، ما اعرفش. لا مفيش اسامي معينة، في طبعا بس مش عايز اعلن دلوقتي ان شاء الله. اتمنى التوفيق يا رب. تسلم يا رب، شكرا.